لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. وزارة الموارد المائية من أكثر الوزارات المتهمة بالفشل والإخفاق والترهل والفساد. ليش؟ ما حد يعرف، بس اللي نعرفه أنه من 2003 إلى اليوم هذه الوزارة تعمل من دون إنجاز، تتقدم إلى الوراء، لا مشاريع ناجحة ولا معالجات حقيقية للأزمات الخطيرة التي تضرب البلاد حتى وإن كان الأمر مرتبط بالعطش. العالم أجمع يتعامل مع الماء على أنه أثمن ما في الوجود، إلا في العراق دائما المياه آخر أولوياتنا، وتالي صرنا يوميا نسمع تحذير جديد من خطر الجفاف، وإحنا ملتهين التنظير والحديث عن تراكمات المراحل السابقة. لازم نعرف أن المياه أرخص موجود وأثمن مفقود، يعني ما يعرف قيمة المياه بس اللي يفقدها ويعاني من الجفاف مثل ما صار بديالة قبل فترة ويصير اليوم بالأهوار. والله أعلم منه راح يعطش بالسنوات وربما بالأشهر القليلة المقبلة. من حق العراقي اليوم أن يسأل، ليش يعاني العراق من هذا الملف؟ وليش هذا الملف مهمل لهذه الدرجة؟ ليش كل الوزارات المتتالية ركنت هذا الملف على الرف؟ ليش دائما نحاول نصدر أزمة المياه ونتحدث عن مؤامرات وأطراف خارجية؟ ليش ما نعترف بفشل السياسات المائية؟ وهي وين السياسة المائية، موجودة أم لا؟ وين الاستمطار الصناعي؟ وين حصاد المياه؟ وين البدائل عن إخفاقات المرحلة السابقة؟ وين المشاريع اللي يمكن أن تطمن المواطن العراقي اللي بدأ يخشى العطش في ظل تكرار التحذيرات من أنه العراق قد يصبح أو يصبح بلا أنهار عام 2040؟ هذا كله وما جبنا طاري للسدود. ليش؟ لأن أصلاً راح نجف، فش نسوي بالسدود؟ فخلينا نعالج هذا الموضوع قبل ما نتجه للسدود. أناقش هذا الملف اليوم مع السيد عون دياب، معالي وزير الموارد المائية. حياك الله معالي الوزير. هلا، مرحبا. حياك الله معالي الوزير. أنت أكبر الوزراء سنا. نعم. صح؟ نعم. ندبرها ويا وزارة المالية؟ مائية، موارد المائية؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنا طبعا ليس أكبر الوزراء سنا، لأنه أكبر الوزراء عمرا في هذه الوزارة. أي 54 سنة في الوزارة وأربع سنوات أعمل في هذا المجال. حلو. نعم. لكن أنا من أسأل هذا السؤال. نعم. عندي وزراء أصدقاء شباب. نعم. في وزاراتهم يقول إحنا ما نلحق صراحة. نعم. يراد لنا يعني أسأل مثلا بيناتهم عمر خمسينات. نعم. تمام، طابين بالستينات. نعم. قلنا إحنا ما ملحقيها. نعم. زين، إحنا من نجي العمر إلى دور. طبعا. زين، أنت شلون راح تقدر تسوي او تعمل بهذا الملف؟ ملف المياه هو ملف بعطش وبجفاف ويسبب الكثير من ايش، راح تقدر؟ انا حقيقه ما اقصر في اي وقت متاح لي زين لغرض العمل في هذا المجال. زين، طبعا العمر له تأثير، وأنا كنت من الرافضين للمجيء للوزارة للمعلومات. من اللي قال لك تعال؟ ها؟ من اللي أصر عليك؟ أصروا علي ناس كثيرين اللي قالوا هذه مسؤولة وطنية وهاي الساعة مناسبة إلى أن أنت تجي تقود هذه الوزارة. من ضمنهم تصميم مثلا؟ ليس فقط تصميم. أي تصميم باعتبار الوزارة مالتها؟ لا، أي بس أنا ما أنتمي لأي تيار أو فيها حزبية. بس لو مو تصميم ما تجي أنت. نعم، لا لا، أنا جيت برأي من دولة رئيس الوزراء وقال لي بالنص، شوف أخي أبو عمار، أنت جيت بكفاءتك وقدرتك فقط وماكو رئيس الوزراء وليس لأي حزب أو فئة سياسية الحق بالتدخل في عملك. شلون هذا؟ يعني هسه أنا واحد من الناس، هسه يخليني مثلا لين كفو يخليني مكان غير هي وزارات مقسمة بين الأحزاب السياسية؟ هذا موضوع آخر. أنا ما مسؤول. شلون فاتحوك تصميم؟ أنا أعمل بدون تأثيرات حزبية. تصميم شلون فاتحوك؟ نعم، تصميم ابدا ما فاتحوني. نعم، وزارة المتابعة تصميم كل ما هنالك الهدف منهم هم
يعني مجموعة رائعة من النواب، أنا أعرفهم زين، ناس مخلصين نزيهين، أيضا علاقتي بهم علاقة لا بها أي شائبة، أنا مع كل التنظيمات عندي علاقة جيدة جدا، لكن ما حد يفرض رأيه، هاي نقطة مهمة، الرأي الأول إلي حقيقة، وهي من إجراءاتي اللي سويتها بالوزارة، وانتم اللي ربما بعيدة عنكم، سويت إجراءات جدية يعني بها صعبة، ما حد لربما يقدرها، هذه الإجراءات سويتها بحكم قناعتي أنه مصلحة البلد تقتضي أن أعمل هكذا. مثل شنو؟ مثل كثير، أول شيء هدر المال العام. زين؟ أوقفت كثير من الأمور. إيش لقيت داخل وزارته؟ في كل وزاراتنا هناك العديد من الأمور. على وزارتك؟ وزارتي أنا لقيت أكو هناك مشاريع يجب أن أعيد النظر بها، على سبيل المثال مشروع ماء البدعة. نقل المياه لمسافة 230 كيلو متر بالأنابيب. زين. مشروع مخصص إلى ثلاثة. إيش قد حجم الهدر بالمال العام لقيته داخل الوزارة؟ هذا الأرقام لا أريد أن، بس أقول لك الحقيقة التالية. إذا اسمح لي، 3 مليار دولار ما هو مخصص لهذا المشروع. أنا من كنت مستشار في الوزارة كان رأيي، وأوصلت هاي رسالة للسيد الوزير الأستاذ مهدي الحمداني في حينه، قلت له إذا تريد تعالج مشكلة ماء البصرة عالج المنطقة الحرجة فقط. زين، هذا الموضوع حجم الهدر المال العام اللي لقيته بالوزارة، هاي للتاريخ، هذه الأرقام ممكن أنطيك إياها بعدين، لأن أنا إحصائيات وحسابات تخمينية تقديرية يعني كثيرة، هي إذا أريد أنفذ هذا المشروع 3 مليار دولار حاليا نزلت إلى 650 مليون دولار فقط، يعني هذا فرق. لو من الوافق عليه؟ مجلس الوزراء. اي يعني بالنتيجه اكو فساد بالموضوع، واللي وافق عليه ايضا متهم بالفساد. لا هي شوف، خلي وجهات نظر اكو احيانا، بس قبل ما انتقل بس قد ايش قد الهدر المال العام؟ لا هو انا هذا الموضوع لو كمل 1 مليار دولار مثلا، لو كمل كان ممكن ان يكون بهدر كبير يصل الى المليار، يعني 3 مليارات. نعم انا حاليا شوف انا حاليا قلصت المنطقه. ايش قد قلصتها؟ قلصتها من 230 كيلو متر زين بثلاث انابيب الى فقط 45 كيلو متر بانبوبين. التكلفه ايش قد؟ التكلفه الحاليه بحدود يعني ما تتجاوز نص مليار حاليا، سابقا هاي 2.5 مليار دولار، هاي لا هي تبوها جديده بوزاره الموارد المائيه يعني للمعلومات، هذه مو مصروفه بس مخطط. حلو. احنا انا من اللي خطط؟ هذه آراء يا سيدي، هي أنا أعرف هي الموضوع، أنا من قلت لك أنا مستشار في الوزارة، قلت وأصريت في ذاك الوقت زين أنه فقط نروح لهالمنطقة. زين. من جيت هسه حاليا على رأس الوزارة أنا صاحب القرار. هي شلون الوزارة ستشفتها؟ الوزارة للأسف أكو كثير من الأمور أنا لو كنت يعني أراجعها كان الأمور والإداء أفضل، لكن إحنا قاعد تسير الأمور نحو الأحسن، اكو يعني اجراءات هدفها هو تصليح كثير من المواقف وتغيير الاسلوب. شوف انا غلطت في البدايه، قلت نعم. وزاره الموارد الماليه طلعت فعلا وزاره موارد ماليه. لا هي اذا 2.5 مليار دولار مشروع واحد، هي شنو المشاريع هاي؟ شنو الارقام هاي؟ شنو المليارات هاي؟ لا طبعا هي الارقام الحقيقه، انا طبعا انا اشوف النقطه المهمه اللي انا اهدف الها هو كيفيه توظيف المال العام، وين توظفه حتى ينطيك انت. زين، على طار النزاهه، نعم، شركه العراق هي احدى الشركات التابعه الى وزاره الموارد المائيه. نعم. صح؟ نعم. شركه حكوميه. نعم. بالنتيجه اصدرت كتاب يوم 6/1 باعفاء مدير الشركه. يوم 16/1 او يوم 18/1 بعد مرور 8 ايام او 10 ايام الغي هذا الكتاب. مو الغي، ها؟ جمد. ليش؟ لسبب. هسه يا اخي انت تقول لي ليش؟ ليش؟ غير اجاوبك يا استاذ هشام، احنا الحقيقه لا بوصف. لا ليش؟ 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 لسبب منطقي الواقع، الاول هو انه هذا ما كان معروض الي، هذه الشركه
لا تعمل فقط بمشاريع وزارة الموارد المائية، هناك عمل مع وزارة النفط زين، وهي مع شركة إيني الإيطالية زين. المشكلة اللي واجهتنا أنه إذا طلع هذا مدير الشركة الحالي بهالسرعة يترتب تأخير مع الشركة الإيطالية يسبب إلى ضرر للشركة، وهذه الشركة تابعة للوزارة. ليش تأخير في اللحظة؟ هذا التأخير شلون أنا هسه أجيب لي شخص أقعد يعني مكان شخص آخر؟ لا لا شغل. الإجراءات الروتينية اللي شوف الشركات الأجنبية عندها مبادئ للعمل، عندها لازم توقيع المدير العام ياخذ وقت يلا تقره، اذا اجى مدير عام جديد فهم هسه في نهايه مرحله تنفيذ المشروع، مشروع حقن الماء مع شركه ايني، وهذا مشروع مهم، فانا مجرد اجلته. ثاني شيء النقطه الثانيه، مجرد مقتنع بهذا الجواب؟ نعم. ثاني يعني شيء اذا مات يعني راح سامح الله مات مدير عام عندنا، لا 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 مقتنع لهالنقطه فقط. النقطه الثانيه انه للاسف كان الاجراء اكو بجانب ردتني الامانه العامه لمجلس الوزراء لان المدير العام اصيل مو من صلاحيتي ادوره، لازم صلاحيه رئيس مجلس الوزراء وليس صلاحيتي انا. الاجراء الاداري بجانب ايضا خلوا عليه علامة استفهام. يعني انت أخطأت اداريا؟ لا مو انا اللي اخطأت، الموظف الاداري المسؤول عن هاي هو اخطا مو انا. يعني انت يعني من اللي وقع غير توقعت؟ بس هو عرض لي الموضوع مو انا، الموظف الاداري اللي مسؤول عن هاي. يعني شلون تقول بالبدايه انه انا اقدر اسوي وانا اتخذ قرارات اذا انت مدير عام ما تقدر تنقله؟ نقلته. ها؟ منو يا مدير عام؟ هو اذا هذا مدير عام جنش عليه مدير شركة العراق لا ما تقدر تعفيه. انا مو جاي اريد، انا نقلته مو ما نقله الموضوع، يعني ما تقدر تعفيه، اجلته لغرض يأثر بالمصلحة العامة، هذا السبب ولمرحلة فقط. وين يأثر مصلحة عامة؟ انا مدير عام اذا مات عندي انا شلون هسه اضل صافن؟ لا لازم ادعي حتى يحتي من جديد. قهر انا الاجراء اللي اخذته اجراء منطقي جدا. التبديل ايضا قلت لك اعترضت عليه الأمانة العامة، هذا نسميه تخبط بالقرارات مع الوزير؟ لا مو تخبط، أنا عرضت الموضوع من جيت صدرت الأمر زين. المفروض مدير الإدارة والمالية التابع إلي يقول لي مع أنا جديد جيت يعني مو زين. مع الوزير هذا الإجراء، مع الوزير 54 سنة بالوزارة أعرف، أنت ما تعرف إجراءات سيدي؟ أكو إجراءات إدارية، أنت مستشار بالوزارة. أي بس أكو إجراءات إدارية، هذه مهما كان متغيرة، أكو سابقا كان هاي صلاحيتي لكن صلاحيات تتغير مع ماكو صلاحية، صلاحية ذني ما يخص مدراء العامين ثابتة. لا صلاحية الوزراء، صلاحية الوزراء ثابتة ما يخص المدراء العامين. لا, 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 لا تتغير. هاي صارت اتفاقات سياسية جديدة. لا نظام الموازنة، نظام الموازنة يصدر قانون الموازنة يحدد صلاحيات الوزراء، صلاحيات المدراء العامين، هذا الموضوع بالذات. يعني أنت ما عندك صلاحية تعفي مدير عام؟ لا أعفي مدير عام أصيل. ما عندك صلاحية؟ لا. صلاحيه لمجلس الوزراء. لا شلون تقول انا اتخذ قرارات جريئه؟ اذا اي وزير الان ما يقدر يتخذ قرارات لا جريئة. الوكاله كثير عدلت. لا الوكاله صاير حيطون صير. اروح لا مو حيطون صير. يعني يجي يقول له وخر يجيب واحد غيره. اروح بالتوصيه، صار اجراء اروح بالتوصيه ل من جمله الاسئله للوزارة لرئاسه الوزراء اكتب واوصي وتمشي. من جمله الحديث اللي صار على هذا الموضوع واللغط انه شنو دخل ابن حضرتك بموضوع شركه العراق؟ شنو ابن حضرتك؟ شوف هذه احد النواب قال بانه ابن حضرتك هو اللي رتب موضوع تجميد قرار اعفاء مدير عام شركه العراق. اخي هذا الموضوع، شوف هذه النقطه اللي عليها جدل. انت من تتقاطع بمصالح ناس يفتشون عن ما يريدون ان يسقطون بالاخر. هو ابن حضرتك موجود بالوزاره؟ لا ها؟ ما له اي صله بالوزاره. لا عاد شلون رتبوا؟ وليس له صله باي وزاره اخرى خارج الـ 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 هو ليس موظف حكومي، يعني يقدر يشتغل بحريه. نعم هو رجل يعني
هو شيء غريب أن يكون ابني يشتغل بالقطاع الخاص. لا، عندنا وزراء سابقين عضناهم موجودين، ضمنهم مدير مكتب وسكرتير. لا أبدا، هذا الموضوع أنا أجيب لي مستمسك واحد زين يثبت أنه ابني من تاريخ تولي الوزارة وصل إلى باب الوزارة. ناس ما يوصل شيء، بس ما لا هو يعني أنت تنفي الاتهامات طبعا، وهذا هذا أكو ناس انظرت مصالحهم بشنو؟ بإجراءات يا أخي. شنو الإجراءات اللي انظرت بها مصالحهم بها؟ طبعا شنو أنت ذكرتها؟ يعني شركة العراق؟ نعم، شركة العراق وشريك شركة العراق. شريك شركة العراق؟ نعم. شبيهم دول؟ أخي إحنا هذا الموضوع وهاي الإجراءات احنا بنتخذها بدراسه. لا لا فتح نعم. شريك انت قلت شريك شركه العراق. أين عندنا شريك لشركه العراق اللي حكوميه هي احنا، وهذا الشريك يعني القانون يسمح بشراكه من اجل تحسين مع القطاع الخاص. نعم زين، قطاع خاص هي المشروع هذا زين اللي حكينا عنه وتحدثنا عنه، هذا محال الى شركه العراق زين، وشركة العراق عندها شريك، هذا الشريك ايش قد مطلوب للدولة العراقية؟ مطلوب 40 مليار دينار. لا هذا ما كوش رقم، هذا الرقم مو صحيح. لا عاد ايش قد الرقم مطلوب فلس؟ لا ايش قد الرقم المطلوب؟ ماكو اي مطلوب، اكو اجراءات اصولية قانونية وفق القانون. زين، الشراكة وفق القانون مطلوبة حتى القطاع العام، شركات القطاع العام خاسره. انت اثبتت ضمن انها من كلامك نعم صحه كلام النائب. ليش؟ اللي قال بانه شركه العراق تم اعفاء المدير العام وبعدها الغي او جمد هذا الكتاب بعد تدخل لا ابن معالي الوزير مقابل مبلغ مالي. تمام، لا علاقه. وبالاضافه الى ذلك الذهاب نحو انه عدم تغييره لان شريكه ما يقبل، شريك شركة مدير شركة العراق عدم تغيير، ما يقبل تغيير المدير. هذا شنو هالاستنتاج؟ هذا النائب يقول استاذ هشام هذا استنتاجك الشخصي مو استنتاج، هذا خطأ. بيان، بيان منو كتبته؟ بيان، خلي يجي يواجهني بيان، خلي يشوف الحقائق على الواقع زين، لا يكون انسان متجني زين. هذا تجني وخطأ، وخطأ قاتل زين. شنو هالاستهانة بالناس؟ البيان انا اخي شوف استاذ هشام نعم اقول هذا التاريخ اي انا اتحدى كل شخص ان يمس هذا المبدا اللي سلكه وهو نزاهتي زين. بالنتيجه حد اي شخص نعم انفي بكل شده لسبب انه هو تعرض على مصالحه، تعرضت مع مصالحه. نعم، من النواب اللي عندهم مصالح داخل وزاره الموارد المائيه؟ اسال انت مو انا. لا مو انت جاوبنا. لا انا انت لا استطيع انت تقول لا. شوف مو نواب مو نائب اه. انا ما اجي اتهم نائب، لكن نائب احيانا اه. يدفع من شخص لان يثير هالشي مواضيع زين. هذا خطا. شنو هدفه؟ ابتزاز؟ الله يعلم. لا انت من وصل لك هذا لا شنو الله يعلم. لا لا اخي انا لا اشوف مع الوزير اكو شيء. خلي اقول الاتهام الاتهام بدون دليل خاطئ. زين، ابتزوك؟ لا. خابروك ضغطوا عليك؟ لا. مقابل مشروع؟ مقابل شيء؟ لا لا شنو ما بيبتزاز؟ لا ماكو شيء حتى. لا ما بيبتزاز. شنو؟ اذا اقول لك الموضوع ما بيبتزاز. لا اخي انا من اجي اقاطع المصالح المصلحه العامه. زين، اكو من يريد يضعف مكانتي الاجتماعية والوظيفية من أجل أن يخلق معلومات مشوهة ضدي مقصودة. مقصودة لسبب؟ لسبب إزاحتي من الموقع. إزاحتك؟ نعم. يعني أكو شخصيات حتى تتاح لهم الفرص. لا 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 لا، أحزاب لو شخصيات ايا كان احكيها. ليش ما تحكيها؟ استاذ هشام انا جاي ما نحكيها. شوف انا لو كنت صارح غير لو كنت هاي مو صراحه انت جاي تحكي لي على مشكله المياه. لا لو شنو والعراق لو تجي جاي لو شنو هذا شوف استاذ هشام هذا المبدا هذا كانما انا جاي امام تحقيق. لا 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 مو تحقيق، لا لا اسئله. لا هاي مو اسئله. الصحفي 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 يسال. انا مختص. انا ما انا ما محقق. تجيني لا لا انا مو محقق. فاجئتني انت بهذا الاسلوب. انا مو محقق. لا هذا انا اسال ما اريد وانت تجيك ما تريد. لا هاي قاعده صحفيه. بس انت نعم جامع معلومات خاطئه كلها. لا شلون خاطئه؟ لا يعني كلها قنوات غير صحيحه وغير نقيه. هذا هو انت من تنفيها. انت تنفيها خلاص. بس نعم من تنفيها وتحدى اي واحد منو اللي يتهمني بهذا الموضوع؟ منو اللي جاي يضغط عليك لسبب؟ يا اخي تتحقق وياي يعني أنا لا 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 انت اعلامي انا انت اعلامي والقناه تكون صحفي بنت اقول لك صحفي انا مو صحفي بس ما تتحقق وياي منو انت جاي تقول لي جاي تقول لي هدف الابتزاز لهدف يضغطون علي هناك جهات تريد ازاحتي من الوزاره من يريد ازيحك
لأن مصالح لربما أنا أتوقع، لأن هذا الحكي مو صحيح أبدا. زين. وعلى الإطلاق أنا مو هذا أقول فقط ابني زين. أبعد ما يمكن عن الوزارة وليس له علاقة بالوزارة أساسا. زين. وأنا أتحدى أي واحد يقول لي دخل ابني في أي مديرية عامة من الوزارة وليس الوزارة. حلو. أنا أتحدى يجيب لي واحد يقول لي أو التقى مع شخص في أي جهة من الجهات اللي تعمل بالوزارة. حلو. وأنا ناصحة من البداية هو ابني. زين. إذا ثاني شيء هو رجل يشتغل بالقطاع الخاص. زين. أنا أمنع أن يعيش. لا بالعكس. لا 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 ما العلاقة. الشخصيات الحالات الشخصيات مثلا أنا كل الحرية شخصية. نعم. أشتغل بالمكان اللي يعجبني. أعمل بالمكان اللي يعجبني. إذن ما حد العلاقة بي. أي شنو المشكلة؟ فالقصد إذا اشتغل غلط. إذا اشتغل غلط لكم حق. لا والغلط. لا ما له علاقه. لا ما دام يشتغل بالوزاره ليش نحن هو على رايته الشخصيه. اي نعم. فاحنا هذا الكلام هو مجرد على البيان، رد على البيان اللي صدر من احد النواب. هذا البيان خاطئ. هاي نقطه. وان احد النواب انا كنت اتمنى يجي يقعد يمي ويسالني هذا السؤال. زين. قبل ان ينشره بهالطريقه. انت يجوك نواب ايا كان؟ طبعا كثير من النواب. انا يوم الاربعاء كل للنواب ويجوني في اي وقت. طبعا النواب يجونا لان هم عندهم مصالح الناخبيهم. يعني شنو يريد يجي يدافع عن قضيه النواب؟ مو وظيفته معقب معاملات. لا لا مو معقب، بس يريد يعني نائب عن منطقه في جنوب العراق ومشكله شحه المياه ويجي يطرح الموضوع لغرض اكون زين للتاريخ. يجوك نواب لمصالح شخصيه؟ لا ماكو شيء. انا الحقيقه لان انا شوف الحقيقه حتى من يجوني احيانا بطلبات منطقيه يريد اكتب موافقه اقول له لا انا ما اكتب موافقه راسا لان اكو عندي دوائر تدرس الموضوع. جاتك ايش طلبات؟ يعني اذا تجي يعني بعض الطلبات. زين. يعني طلبات بسيطه يعني مو فد شيء الى قيمه كل شيء. يريدون مشاريع ما مشاريع؟ لا يريد مثلا قضيه انشاء يعني انشاء ناظم صغير او مبذل في قريه. هو ضمن السياق ولا مو ضمن السياق؟ نعم ضمن السياق مو هذا حتى ما وافق عليه. ليش؟ لان اكو عندي سلسلة أخرى يجب أن تعرض عليها، أعرضها على الأقسام ذات العلاقة. زين. يدرسوها. زين. وينطوني الرأي. أنا يعني حتى تحصل نفسك قانونياً. طبعاً. زين. أنا ما الوزير موظف أيضاً يا سيدي. أكيد. أكيد. فالمفروض عند ناس تقدم له خلاصة الأمور. طيب. مع الوزير. نعم. موضوع الجفاف أصبح واقع. نعم. ما إحنا هسه نجي نوهم الناس بأنه جفاف ماكو. نعم. يعني أحكي لك معلومة. صار بالموصل وتقدر تسأل عنها بسد الموصل. سد مدير سد الموصل يمثل موضوع انه المي اللي عنده مثل واحد عنده برميل مال مي ويوميا يسقى عائلته بدولكه. صح. نص العباره حاكيها الحكايه. نعم. احنا هسه بالمحصله عندنا نقدر نسوي معالجات لو بس ندعي. لا شوف هي موضوع المعالجات في مثل هذه السنه معالجات ليست سهله. زين. أنا أول ما جيت للوزارة في بداية شهر تشرين الأول الثاني العفو الخزين كان المتاح محدود جدا هو مضغوط جدا. زين. وجيت أمام مسؤولية كانت محدد بها الأراضي الزراعية أو وفق الخطة الزراعية. زين. هي 1.5 مليون دونم. مليون ونص دونم احنا ايش قد عندنا؟ اسمح لي هذا ما كان محدد بالخطه. اي بس احنا ايش قد عندنا؟ حاليا عندنا 5 مليون او اكثر. اكثر من 5 مليون دونم. اي هذه مهيئه ممكن ان نرويها بال زين. فحددنا نزلنا الى الكميه اقل كميه ممكنه 1.5 مليون دونم كانت محدده واعطوا اعاده نظر فيما اذا تحسنت الظروف المناخيه واجت امطار يمكن اعاده النظر بالخطه. حلو. بنهاية شهر تشرين الثاني سقطت أمطار وأمطار جيدة فصارت إعادة نظر في الخطة زدنا 1.1 مليون صار مجموع الأراضي اللي ملزمين إيصال المياه إلها هي 2.5 مليون دونم فقط. شلون العد؟ شلون عزمتوا نفسكم بإيصال 2.5؟ ما أزمنا. اسمح لي القصة. شوف الرواية يا سيدي خليني أحكي لك اللي صار. زين. اللي صار انه نتيجه سقوط الامطار المزارعين توسعوا اكثر توسعوا ما التزموا بالمليونين ونص
لمعلوماتك حاليا من الأقمار الصناعية حسبنا الأراضي المزروعة تصل إلى 6 مليون دونم. 6 مليون؟ نعم. وهاي انتم ملزمين بايصال مي؟ لا انا ملزم فقط ب 2.5 مليون دونم. زين بس اقول لنا هاي الحقيقه. نعم. المي الموجود عندنا بسد الموصل اللي الروايه اللي ذكرتها صحيحه. نعم لان شوف خليني اقول لك اول يوم انا اجيت وكان استضافه بالمجلس النواب. زين. حكيت هاي الحقيقه. قلت لهم ما يدخل من مياه الى سدودنا هو اقل بكثير مما يخرج منها. لاحظ ما يدخل أقل من ما يخرج يعني هذا معناه ضغط على الخزين المائي. الخزين المائي مالتنا إيش قد يكفينا بصراحة؟ الحقيقة إحنا بس المعلومة أنا عندي. نعم بس أريد أسمعها من حضرتك كتصريح. لا هذا الموضوع الحقيقة إحنا أنت رأساً واللي دعيته من السماء. شوف الحقيقة يا أستاذ هشام الماء لا يصنع. لا يصنع الماء صح؟ أكسجين وهيدروجين صحيح لكن ما تصنعه. مقدر ما تقدر تصنعه. الماء من السماء. زين. أمطار وثلوج. مهمة هاي الوزارة اللي أنت مستهين بها في مقدمتك وفاشلة. لا قلت فاشلة بعد أنا قلت ليش أقول ما أقول فاشلة. لا قلت أنا واضح قلت متهمة بالفشل. لا ليش متهمة بالفشل؟ لو إحنا من 2003 مع الوزير أنت ابن هاي الوزارة. أي. يعني أنت ما تعرف إنه بناء السدود إيش قد إله تأثير؟ لا الحقيقة هاي النقطة هم أصلاً. أنا هذا نرجع عليها. بس أقول لك أنا مو أقول لك بناء السدود. أكو مواضيع أخرى مهمة كان لازم تصير. اللي هي تغيير النظام الكامل في العراق، تغيير نظام الإرواء الكامل، المستهلك الرئيسي، صحيح. الزراعة. وايش قلت عشان أبيها؟ أنا واحد. الرش. إذا اسمح لي أنا واحد من الناس كانت. بكثير من الناس يستهزئون بطرحي أقول لهم الماء من المصدر إلى جذر النبتة. صحيح. البعض يقول لي هذا خيال. شنو خيال العالم كله وصل له؟ زين. شنو هالخيال؟ هذا الخيال ممكن أن يتنفذ بالواقع. حلو. إحنا. أنت لما أنت تعاتبني. هذا قصور. تعاتبني على مقدمة الحلقة وأنت جاي. لا. أنت جاي تعترف ضمنه. أنا. تقول السياسة المائية خطأ. أنا أعترف أكو قصور في كثير من الأمور لكن أكو عوامل. أخرى لازم ما ننساها. أكيد يعني ما ننساها. هاي ما ننساها يعني بس إحنا ليش؟ أنا تيحت لي الفرصة. أنا من 68 في هاي الوزارة. زين. في السبعينات كان العراق هو سابق كل دول الجوار. صحيح. وكنا في مجال عملنا في مجال الوزارة وكنا أول من أدخل التقنيات الحديثة اللي هي الري والتنقيط والريش والكل صح. وكل شيء سوينا حتى ندير مشروع الخارج. لا احنا بزمن الملكية السدود مالتنا وبزمن ذاك النظام بس سد واحد. لا الملكية شوف عزيزي السد لا يعتقد البعض السد هو الحل السحري. صحيح. انا اذا ما عندي مي شنو قيمة السد؟ لا مو احنا عندنا الفترات كان عندنا مي. لا ضيعناه من ايدينا. المي لا يخزن للابد. المي احنا سنويا يتبخر عندنا 8 مليار. انا لا استطيع ان اخزن المي لازم اخذنا مغلق. زين. ما ممكن زين هسه احنا راح اجي على التفاصيل. نعم. بس اعطينا مجال على الخزين المائي ايش قد عندنا لان احنا هسه اللي جاي يوصلنا. نعم. ان الخزين المائي اللي عندنا ما يكفينا لفصل الصيف على سبيل المثال لا نقدر نروي المليونين اللي جات فضلت بها مليونين ونص. المليونين شتوي انا مليونين ونص شتوي هذا انجزناها. زين. وانا مطمئن انه تروى وتروى اكثر من هاي المساحه. الصيفي هذه قضيه لحد الان لا يمكن تحديدها الا في ضوء ما تردنا من امطار وكميات لذوبان الثلوج حتى نبني الخزين المائي من جديد وقرر ذاك الوقت. إذن لا نقدر نقول القرار هنا. لا إذا نقول نراهن على قدرة السماء. قدرة السماء وفق قياسات. لا تخلونا إحنا مو نحكي من وهم. لمعلوماتك التقنيات تطورت. صح. أنا أعرف هسه الأمطار لمدة. لازم أمطار صناعي؟ لا الاستمطار هذا موضوع ثاني. زي. بعدين نتحدث عنه. أعرف. كمية الأمطار المتوقعة زين. لمدة 6 أيام تكون قريبة جدا هاي المطر اللي إجت أنا أعرفها قبل 6 أيام زين. وعندي أسبوعيا عندي تصور ماذا سيحدث كذا لمدة شهر تكون نسبتها أقل هذه نسبتها 90% تتحقق الشهر لربما 70% ولمدة 3 أشهر عندنا تصور أكو منخفضات جوية وأكو احتمال سقوط أمطار الخزين المائي جد يكفينا الخزين المائي
لا استطيع تحديدها هسه ايش قد يكفينا الا في ضوء ما يردني من على اللي اجاك في ضوء هسه لحد الان. نعم في لحد الان في ضوء هسه حاليا احنا تقريبا يعني انجزنا نسبه عاليه من ارواء هذه الاراضي، وخاصه المطر اليوم امس كان لها تاثير ايجابي ايضا على ارواء بعض المساحات. ليش نكتفي فقط بالامطار؟ لا لا لا، الامطار جزء مهم مكمل لحساباتنا يا اخي. زين ليش ما نصارح الناس بحقيقه انه السياسه المائيه في العراق فشلت فشل ذريع؟ ليش انت تعتبرها فشلت فشل ذريع؟ اكو محددات خارج ارادتي اخي. انا المي مالي، انا العراق بلد مصاب مي كله من تركيا. نهر الفرات ودجله لم يعودا نهرين مثل ما كان سابقا. نعم اصبحت قنوات تتحكم بها بوابات السدود في جاره تركيا. اصبحنا قنوات. نعم لم نصبح هاي ما تجي. نعم يعني هاي وهذا انا قايل بلاد الرافدين راحت. بلاد الرافدين حقيقه بلاد الرافدين هذه اللي انبنت الحضاره الهائله هنا، كان يتدفق كل مياه الفرات بشكل كامل. يعني هسه الاصح نطلق على بلدنا بلاد القناتين. لربما نعم، لان انت سيدي هذه ما تعرفها يا استاذ هشام، بعد انت شلون تقول عنها كارثه هاي. لا هاي كارثه. لا شنو كارثه؟ كارثه يعني هسه اذا هذا ادري ليش هو هو سد اتاتورك وين؟ لا احنا لحظه احنا هسه مقدمين على جفاف. هو جفاف قائم لان هذا حقيقه هاي السنه سنه جفاف حاد. زين الامطار اللي سقطت امطار سقطت بالوسط والجنوب، صح، في الشمال لم تسقط امطار. لهالسبب الخزانات مالتنا هي في الشمال وليس في الجنوب. فلهالسبب الخزين المتاح هناك تحدد لمعلوماتك من تاريخ استلام الوزاره ولحد الان الخزين لم يتغير الموجود بالسدود. زين احنا هسه جايين نراهن على ذوبان الجليد. نعم ذوبان الثلوج. للمعلومات حتى يكون واضح لحضرتك تقول الوزاره كذا ما عندها، للمعلومات هسه عندنا برامج نحسب كمية الثلج الجليد اللي ذوب، كمية المياه اللي تتكون نتيجة ذوبان في كل حوض. زين ذاب الأعلى ذاب الأسفل دجلة الفرات حتى في داخل تركيا نحسب كمية المياه. زين ليش ما قدرنا نسوي خزانات بالفرات والأوسط والجنوب؟ يا أخي الطبيعة شنو تسوي خزان وين؟ تسوي خزان في مسطح مائي؟ زين المسطح المائي لا يخدمني كخزان لان ماكو طبيعه طبوغرافيه الارض. زين احنا شلون نقدر نحافظ على المياه مالتنا لو احنا متبعين سياسه مائيه صحيحه منذ سنوات؟ السياسه المائيه الصحيحه هو الاستهلاك. يعني احنا حتى شوف دراسه استراتيجيه اللي سويناها واللي كثير من الناس يقول لكم ما عندكم استراتيجيه، لا عندنا استراتيجيه وعندنا ارقام وعندنا مخرجات للدراسه الاستراتيجيه. الدراسه الاستراتيجيه اللي سويناها بعد وينها؟ موجود كل الارقام وكل المعلومات. حددت أنه إحنا إذا ما نصلح النظام المائي بالعراق راح نتعرض إلى عجز كبير بالمستقبل. زين هذا النظام المائي مرتبط بالنظام السياسي؟ هذا موضوع آخر. لا بس قل لي أكو ربط. السياسة السياسة هي اللي الأساس. يعني إذن إذا أردنا نغير النظام المائي لا لازم نغير النظام السياسي. أخي أنا فني. لا كرأي. أنا لا لا كرأي. لا الرأي شوف. كرأيك هسه جرد من صفتك. الحقيقة طبيعة هذا يعني أنت الواقع أكو عندكم استعداد أن تجبرونا أن نروح بالاتجاه. يا أخي والله ما جبرك. السياسة. أنت ليش جاي؟ أنا مسؤولية السياسة. مع الوزير. أنت ليش جاي تنظر لي بأنك كأنما أنا جاي أوديك إلى أفخاخ. لا لا. مو أفخاخ والله. لا هذه. أنا دارد أوديك إلى حقائق. بديت بهجوم شديد فلهالسبب غير انت لو خلي الهجوم بالتالي بالاخير كان اسهل مع الوزير حتى لا تسال عليه. والله انت ما تعاطفت وياي تقول لي انا كبير السن حتى. لا والله انا شوف اول شيء هاي مساله مو تعاطف، هاي مساله احترام. احنا على المستوى الشخصي نقدر ونحترم شكو رجل كبير عندنا ونخليه على راسنا، بس انت الان مصدي اللي يصده لازم يتحمل طبعا. اما اذا اللي يصده وما يتحمل لا اكو غيره يقدر يصد. لا احنا الحقيقه انا اتحمل ومتحمل المسؤوليه ومسؤوليه ليست سهله. الواقع انا ما انا اقول لك اكو اخفاقات بس ما جاوبتني. اكو اخفاقات النظام المائي مالتنا مرتبط بالنظام السياسي. اذا اردنا نغير النظام المائي لازم نغير النظام السياسي. لا هو انا النظام المائي الحقيقه النظام السياسي ما يتدخل بتفاصيل عملي بالنظام المائي. زين
بس شنو احيانا سياسه وين تجي؟ تجي على الكتله النقديه في الموازنه العامه توضع الى هذا القطاع. زين هذه سياسه انا مو مسؤوليتي. يعني اذا انا طلبت مثلا اطلب مثلا تريليون يعطوني ربع 200 مليار يعني مو اقل يجوز يعني لو نفترض نعم والقصد اذا واضح هذه سياسه خارجيه اذا سياسه ماليه سياسه النظام لا يعني ما بعد 2003 لم تهتم لو لم تكن ملف المياه في هذا النظام هو اولويه لا صح؟ لا اي صحيح انا عيدك انا مو اولويه لا مو كان اكو نظره شوف اكو نقطه حتى انا اسالك هسه انا اجيك باتجاه ثاني اكو نظره انه العراق لديه وفره من المياه ما كانوا قلقين احنا تحولنا من الوفره الى الندره هسه انت ندرة؟ ندرة المياه نعم اي نعم احنا بلد حاليا ليس بلد وفرة مياه بلد ندرة مياه بس انت انا اسالك شخصيا هسه اذا تطلع بالسكنكم وتلقى جارك لازم الصوان يرج سيارته صح تجرأ ان تقول له ليش خويا؟ لا خويا براحتك مو؟ والله. ليش هاي وين مسؤوليتك الوطنية؟ اذا انت مقصر استاذ هشام ثقفوا الناس وعوا الناس على على اقول لك مع الوزير انا عندي مع الوزير ما نغير شيء انت تعرفها بحظك وبختك على سوالف تافهه صارت فصول انا اروح اقول لك انتم كدوله اعظم ميليشيا نعم. بالعالم الطقطق من الدوله بس دولتنا لان شنو شبيها ما قدرت تحاسب هذا صح شوف اسولف لك انا كنت في لندن عسى تعترف انه الدوله مالتنا ضعيفه انا شوف هذا ليش انت تريد تجيب لي لا اسالك والله الدوله قويه زين نظامنا السياسي مرتبط بالنظام المائي لا واذا اردنا نصلح النظام النظام الحقيقه سياسه الدوله انا ما اتدخل في السياسه الماليه العامه للدوله هذه يسموها البجت على قولتهم الكتله النقديه زين. هذه عندها سبقيات وين اللي جاي اقوله يعني هل الكهرباء اولا او الماء اولا او النفط اول يعني الماء ايش قد خليها رقم حاليا بعد ما اقرت الموازنه لا سابقا اسعد سنه الاخيره لا هو في كل سنه اقل ما اخر شيء ها اخر شيء الماء والزراعه اخر شيء الماء والزراعه نعم زين لكن هسه اكو وعود اذا اصلاح النظام المائي نعم. يرتبط ارتباط تام باصلاح النظام السياسي يعني يرتبط بإصلاح النظام المالي التأمين سياسة المالية باتجاه الانتباه لهذا الملف الملف هذا ملف صعب وملف شائك وملف يرتبط بحياة الناس آخر دقيقة مع الوزير كلمة للناس أنت تريد توجهها تطمنوهم لا تقول لهم الامر متروك الى السماء لا هو طبعا يا اخي انت ليش تهمل هذا الجانب؟ هو اراده الله سبحانه وتعالى قال يعني ليش انت تهمل هذا الجانب؟ مع الوزير انا مع الوزير جاي تعيشني انت اللحظه لا جاي تعيشني لحظه وكانما احنا بواحد بسرطان لا ويجيك الطبيب يقول لك ترى ما بي شيء بعد هذا بس ادعوا له لا لا لا, لا 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 سيدي لا مو هذه احنا عندنا حسابات وقلت لك بها قلت لك حساباتنا تقول اكو احتمالات للمياه وحاسبيها في كل حوض ايش قد يجينا من الزاب الاعلى ايش قد يجينا من الزاب الاسفل ايش قد يجي من ايش قد نقصت من السنوات القادمه حاليا نقص هاي اللي جاي ايش قد يعني 70% عن العام الماضي حوالي اكثر من 60% عن العام الماضي نعم لكن انا امام مسؤوليه مهمه جدا وصعبه ولازم نواجهها يعني اكثر من هذا شو تريدون انا اتمنى لك التوفيق مع الوزير اشكرك والله يوفقك وتلقوا لنا حل تمام واذا ما لقيتوا حل احنا ندعو وياكم اي لا ما عندنا غير الدعاء مطلوب بس احنا ما عندنا غير الدعاء لا عندنا غير الدعاء ان شاء الله انا اشكرك شكرا جزيلا السيد عون ذياب معالي وزير الموارد المائيه اشكرك على كل ما تفضلت به وراح ابسط صدرك شكرا جزيلا اشكرك الله هاي مناقشات ما بعد الحلقه ها لازم تريد تعقل استاذ نجم لا واحد على المياه الجوفيه مسيطر عليها طول عمره سيد احشو على المياه الجوفيه تشعدنا
قبل ما افوت بالحلقه ايش بين مياه جوفي؟ ارحب بك استاذ نجم ابو القصر. ايش بين مياه جوفي؟ والله واحد مسيطر عليهم مقاول. من مسيطر عليه؟ مقاول؟ ايه ايش بيه هذا؟ اسمه محمد ضاري هو يعين مدرع. اقدر اسمع انت يلا قدك هاي دعوه قضائيه. ايه عافيه. ايه كمل لي ايش بيها؟ خلي شنو خلينا انت تحكي ويا المعالي هنا ورا الحلقه وقبل نفوت بالحلقه تنسى الموضوع؟ مصير لا شو تصير؟ خليها اوف. واحد مسيطر على مياه جوفيه؟ شلون مسيطر عليها؟ بس طلعنا بعد طلعنا بالجو احنا صدق؟ والله شلون مسيطر عليها؟ والله مسيطر عليها يعني ياخذ من المياه الجوفيه بفلوس؟ يعني هي مو بس المياه الجوفيه، شوف استاذ هشام يعني كل الوزارات او الهيئات او الدوائر يعني الاغلب منها اكو تجار واكو مقاولين مسيطرين عليها حتى لربما انت شوف هسه انتقلت لي الى الدبلوماسيه انتقلت لي الى التعميم قبل شوي تشويه الوزير معالي وزير الموارد المائيه اللي هو صاحب القرار قلت له انه المياه الجوفيه مسيطر عليها وقلت اسم المقاول قبل شويه شلون اليه السيطره؟ يعني العلاقات اللي صار لها سنوات العقود المقاولين بالتاكيد تصير سيطره تابعه للجهه السياسيه؟ ما اعتقد. يلا خلينا ندخل موضوعنا. حياكم الله من جديد. صار كم اسبوع نشهد نشاط متسارع للاحزاب والكتل البرلمانيه لتشريع قوانين مهمه ومفصله مثل قانون انتخابات سانت ليغو وقانون حريه التعبير وقوانين اخرى صار لها سنين مركونه على رفوف البرلمان. هذا النشاط اثار تساؤلات عند البعض، شنو سبب هاي الصحوه التشريعيه؟ هاي مثل هذا عند صحوه موت الصير، فعلا احنا امام عمل برلماني حقيقي لو الموضوع مجرد تسويات لتشريع قوانين جدلية لا يمكن أن تمرر؟ لو كان التيار الصدر موجود في العملية السياسية تمام يقدرون مثلا يمررون هذه القوانين؟ لو غياب التيار الصدري مرتبط بتمرير هذه القوانين ما ندري، مجرد تساؤلات لا تسوها من نظرية مؤامرة، مجرد تساؤلات. نفتح هذا الموضوع والناقشة مع السيد عبد الجبار أحمد دوسان علوم سياسية وكذلك السيد نجم القصاب الباحث في شأن المائي والسياسي. حياك الله سيدي. حياك الله. هي راح تصير اصعب ازمه. تحيه للدكتور العزيز. اصعب ازمه راح تصير بالعراق شنو نحكي بها عن الدكتور. الازمه المائيه والنمو السكاني يعني صعب جدا ما لم تكن هناك شعب نشط. لا المياه اذا ما تكون اراده وتخطيط صحيح وناجح اعتقد ستكون ازمه فعلا تطيح باي حكومه ما عرفنا من الازمه السكانيه، ازمه المياه ستشنو مختص بشان المائي لو سياسي؟ مش شفت الوزير تذكرت صدق؟ والله العظيم عندك هواي معلومه عن الموضوع؟ لا ما عاد بس انت شفتك وياه هواي يعني خليت اصير عصبي. اكو علاقه بين السياسه والمياه مو؟ نعم اكو علاقه، ما اقدر اجاوب على الموضوع انه اصلاح النظام السياسي مرتبط باصلاح النظام المائي؟ بالتاكيد الحكومه والدوله لابد ان تجعل هناك خطط صحيحه في المرحله المستقبليه لان انت الان وهاي الخطه شو شوفتها؟ انت الان راح تروح الدجله، روح الفرات، ماكو مي، ماكو مي، لان اكو طبعا مثل ما قال الوزير اكو تجاوز من قبل المواطن، اكو تجاوز بالبحيرات، اكو تجاوز ماكو كري، هذه كلها اسباب جعلت ان تنشف المياه خصوصا نهر دجله والفرات. والله على اسماء الاخبار اللي اسمعها والمعلومات اللي اسمعها بانه احنا هذا التمثيل اللي شبهته مع الوزير قبل قليل بانه احنا عندنا برميل مي ويوميا جاي يشيل من عنده دولكه، نفس التشبيه اللي قاله احد المسؤولين على سد الموصل، تمام؟ خليني ابدي وياك استاذ عبد الجبار، هسه شو بدي اسميها؟ صحوه ضمير؟ صحوه موت؟ صحوه تشريعيه؟ شو رايحين سوق سانت ليغو عبر استيراد الخمور، زعم مو من جماعه الخمور بس الموضوع له علاقه بالحريات. عندك مثلا شنو؟ قانون حريه التعبير، هذا القانون الكارثي، هاي كلها بشفه وهذا القانون بشفه، هاي شو تريد تمثلها او شو تريد توصفها؟ صحوه تشريعيه لو شنو مثلا فرصه حتى كلها ملتهيه بغير تفاصيل خلينا نسلق القوانين ذني على السريع و بعد التحليل ونورط الناس وضيفك الكريم ومشاهدي قناه حياك الله. موضوع التشريعات في السلطه التشريعيه في العراق عليه اكثر من اشكال. زين ما من قانون يتعلق بتشكيله الحكومه وتنظيم إدارة الدولة أو لا مركزية إدارية ولا مركزية سياسية إلا وفيه خلاف. حلو. مثلا أضرب لك مثال، قانون انتخابات مجالس المحافظات زي. أو قانون 21 سنة 2008 فيما يتعلق مجالس المحافظات، نشوف هناك أكثر من تعديل عليه وأحد التعديلات بعد شهرين من سن القانون. هذا يكشف لك أنه أحيانا التشريعات بقدر ما هي تلبي احتياجات موجودة عليها في النص الدستوري زين واحتياجات تتطلبها الحياه والعمليه السياسيه ولكنها في الغالب تكون في اطار ما يسمى المغالبه. زين. بمعنى المغالبه انت لما تشهد مثلا موت سريري لسلطه تشريعيه لفترات عديده
وفجأة تكون هناك مثل ما سميت جنامك صحوة أو التزام بمجموعة أنه في البرنامج أنه ضرورة تشريع القوانين المعطلة من دورات سابقة. يكون هذا شيء جيد، ولكن أن تكون هناك مجموعة تشريعات هي تتعلق بأساسات وجود الدولة وأساسات الحياة السياسية وتنظيمها، بعضها ضروري ولكن يحتاج أيضا إلى تأني مثل قانون المعلومات وحرية التعبير عن الرأي. هذا إحنا نسمع بأنه أكثر من مرة لا أحسن المعلومات أوكي على عيني وراسي دكتور، أما بس أنا ما أجي على حرية التعبير هاي بالذات. وطبعا للأمانة يعني قعدت السالفة ما حرية التعبير رادوا يمشوها نفس سالفة الخمور وقانون سانت ليكو بصراحة، لو ما جاي يصر عليها هسه الإثارة الموضوع كارثة. حتى التعبير عن الرأي ترى يرتبط بجزء أساسي بالمعلومة. لا ما أنا بس سؤال، الدستور كاتب بين قوسين ينظم ذلك بقانون ها في على حرية التعبير التظاهر حول التظاهر لا حرية التعبير مو أنت ما تستطيع أن تتحدث عن التظاهر إلا بارتباطها بحرية التعبير هاي شو ولذلك تبقى. من وضع هذا النص كمشرع في 2005 في أثناء وضع الدستور له من الذكاء والبعد النظر اللي يريد أن يعطل إمكانية نشوء رأي مستقل خارج وجود هذه القوة السياسية. إذن أنت اللي تريد تقوله أنه إذا أقر هذا القانون سنتحول من دولة ديمقراطية ونظام ديمقراطي إلى نظام ديكتاتوري بشرط أولا أن يشرك مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الأصلية وليس الدكاكين الأحزاب، مؤسسات المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة كجهة ساندة، مؤسسات المجتمع المدني اللي هي اهتمامات حقيقية في موضوع التعبير عن الرأي، أصحاب الاختصاص الأكاديمي في اختصاص القانون والعلوم السياسية، أصحاب الاختصاص في مجموعة مسائل. بعد ذلك يعرض يعني حتى من الدعاة أن يعرض في شكل استفتاء، وإلا أن يمرر بطريقة المغالبة ويكون هناك نوع من نوع لا أسميه إطلاقية تكميم الأفواه ولكن تقييد حرية التعبير لمراحل مقبلة، هذا بالضرورة سوف لن يكون قانونا ناجحا. من سمات القانون أن يعبر عن مصلحة مجتمعية. إحنا المتبقي الآن للمواطنين المستقلين والمدنيين والعاديين حول التعبير طرق العياط والله وهي تسمى عندنا بالاختصاص الأكاديمي الديمقراطية الشفاهية. يعني مجرد نحكي وأعتقد هاللي خلينا نميز بين الأكاديمي اللي يحكي ما مستوى. إذا أنت تعتقد بأن السياسيين يحاولون سلب حتى هاي النقطة ما يخلوك تحكي في إطار المغالبة. سعد عبد سعد نجم، المادة 38 تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب، أولا حرية التعبير على الرأي بكل الوسائل، اسمع حرية التعبير على الرأي بكل الوسائل، ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فقط نقطة ثالثة كاتب تنظم بقانون، ما قايل لا حرية التعبير ولا حرية الصحافة. ليش إذن الذهاب بشمول ذني النقطتين ويا باكج التظاهر؟ أنا برأيي البعض اللي أراد أن يمرر هذا القانون هو عنده هدف واحد اللي هو التظاهر، يرغبون أن يمنعون التظاهر في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، لأن التظاهرات مهما تكون لا التفق الدستور أتاح لهم، يقول لك ننظم ذلك بقانون، هسه يريد يسويه من الساعة 8 إلى 10 ولكن ما طبيعة القانون هذا الفارق تمام، بس ما يريد يزج التعبير حرية التعبير واللي راح تشمل الشيء يعني لازم تشملها الصحافة لازم تشملها هذا حوارنا يشمله حتى الحوار يشمل هذا حوارنا هو حرية التعبير يعني الإعلام المسموع والمقروء والمرئي هاي ثلاث نقاط حتى المكتوب والمكتوب يعني المقروء والمرئي ينبغي على القانون أن يخصص هذه النقاط الثلاث الإعلام الحديث الجريدة كذلك الإذاعة. أما أن يكون زج بسلة واحدة ما يسمى باكج بكل هذه الأمور أعتقد هي غير الزج هاي السالفة هي الأطراف التي تصر على تبرير هذا القانون تملك الآن تملك أغلبية معروفين يا أخي البرلمان أكو واحد ما يعرفهم يعني خلينا نسمي أشياء مسمياتها لا أنت بسمي أشياء مسمياتها لا ما بيه دعوة قضايا دعوة قضايا لا ما بيه يعني سعد هشام أولا أنت هذا القانون بعد ما مرر الآن الناس كلها قام تبتعد عن تثبت الأشياء زين إذا مرر بس عاد خلينا نسميه قبل ما يمرروا هذا القانون منو هاي الكتب مو خاف يطلع بأثر رجعي لا جد يعني هذا هو المضحك الممكن يعني احنا لما جاي نحشي على كتل سياسية تمتلك نفوذ داخل البرلمان تريد تمر له أحزاب سنية شيعية كردية لو كلها مجتمعة لا أنا مجتمعة مجتمعة كلها طبعا باشر عقبة إذا سويت لك حزب سياسي أنا أعتقد اللي يدي مرر قانون الانتخابات سانت يقول معدلهم نفسهم زين نقدر نقول مثلا الموضوع ممكن يصير بمساومة سانت ليجو مقابل قانون حرية التعبير
الدكتور عبد الجبار. تحكيني او روح الدكتور عبد الجبار. شلون؟ مساومه. تعتقد بان مساومه سانت ليغو مقابل قانون حريه التعبير؟ لا ما هي مساومه. لا لا ما هي مو مساومه، ولكن من خلال التجربه. شوف لما يعلو صوت مثلا اكاديمي في الدعوه الى حق ما، قد تكون حقوق ماديه او حقوق اعتباريه وتتعلم. تشوف هناك نوع من انواع الهجمه المضاده اللي تترتب على شكل، لا اقول في اطار التسقيط عفوا، ولكن في اطار انه حرمانك من حق ما مستقبلي. زين. فانت لما تعرض سانت ليغو ويا موضوع التعبير، هو اولا ارباكك كمتلقي، وثانيا حتى يثبت انه يحاول كسب للوقت، وتمرير ما يستطيع من قوانين وتشريعات على اقل تقدير لتوفير المناخ المناسب لهم وليس للمواطن في الانتخابات القادمة، سواء كانت هي على مستوى مجالس المحافظات أو الانتخابات العامة أو كلاهما. بمعنى هم يحتاجون أنه على الأقل تقدير 6 أشهر بعد سن القوانين، أتحدث عن تعبير سانت ليغو موضوع آخر، أنه 6 أشهر أنت تعيش مدجن مطبع حتى لا تحاول أن تنتقص، إذا تبادر في أي مبادرة كلامية وغير كلامية تعتبر أنت أهنت السلطات حسب هذا القانون الجديد إذا أرسلنا. فبالتالي يعتقدون أنه هذه الطريقة من الممكن أن توجد نمط ديمقراطي. طبعا هي ليست سهلة، لأن أكو ضغوطات خارجية وأكو معوقات داخلية، لربما بعض القوى السياسية أيضا ما تتقبل، ولكن من الناحية العددية إذا يمتلكون النسبة للتصويت لإمرار القانون. زين ما سيكون نسبة، لا بصراحة صنعت ما قلت لي قبل شوي مجتمعين، كلهم مجتمعين. وأحيانا يسوي لك مجسات هم. إيه. مجسات. حتى شنو؟ يختبرون مدى وجود استجابة إلى آخره. زين. يعني هي نصيحة مخلصة أنه القانون لما تشرع أنت إذا تعتقد أساساته صحيحة. زين. فبين قوسين لا تتحارش بالشارع، باعتبار أن هذا القانون إذا هو سليم وصياغاته ودوافعه ومقاصده ترى ما حد يقدر يعترض عليه، لا أكاديمي ولا ابن البسطية ولا المتضرر ولا حتى المنسحب من العملية السياسية. زين. لكن أنت لما تيجي تسويه في إطار المغالبة، شلون ما متأثر المسحوب من العملية السياسية؟ لا راح يتأثر. لا أقول لك باكر عقبة إذا هو تيار صدري يسوي تظاهرات في حال إذا قانون سليم يعبر عن مصلحة عامة. حلو. حتى المنسحب ما يتدخل، لكن لما تسوي في طريقة المغالبة وكسر عظم لا يتدخل، الكل يتدخل. هذا السؤال أستاذ مجد، باكر عقبة تيار صدري قرر إنه ينزل للشارع ويسوي تظاهرات، وأنا من يوم سويت قانون تظاهر تمام، هاي إيش راح يصير بالله؟ ما توصف لي المشهد يعني السيناريو هذا راح يصير شلون؟ لا صعب يطبق، يعني هو القانون شوفوا مو الغايه الاصدار او التشريع، الغايه التنفيذ. يعني التيار الصدري يمتلك قوه شعبيه، يعني ملايين من المتظاهرين حينما يقررون ان يخرجوا او ينسحبوا لا اعتقد قانون يستطيع ان يوقفهم. لو كان التيار الصدري حاضرا في مجلس النواب اليوم نطرح هذا القانون؟ لا يطلق قانون سانت ليغو؟ لا هذا القانون ولا سانت ليغو، لان اللي يملكون 73 نائبا والمستقلين يعني يوصل 120. اذا واحده من الاسباب اللي دفعت الجهات السياسيه والاحزاب نعم لتشريع قوانين مثلا لقراءة قوانين سانت ليغو وحريه التعبير هو غياب التيار الصدري. شكو قانون مرر في الدوره البرلمانيه السابقه سيتم الغائه وتعديل وتشريع قوانين جديدة، يعتقدون بأن التيار الصدري في الدورة السابقة كان يمتلك أغلبية. هاي معلومة؟ لا لا مبين. لا مو معلومة، تحليل. أي لأن التيار الصدري على ما يبدو كل القوانين التي شرعها في الدورة السابقة طبعا بالتحالف مع القوى السياسية السورية والكردية، يعتقدون بأن هذه القوى السياسية بأن التيار الصدري قد استفاد من تلك التشريعات. زين. وطبعا هذا مو صحيح، يعني شوف أبسط شيء، يعني قانون دوائر متعددة، يعني أنا برأيي شخصي اقول هذا قانون هو يمثل كل مكونات المجتمع المناطقيه. طيب. يعني من غير ممكن نائب مرشح يرشح او ما عايش في المنطقه او المدينه يصبح نائب، هذا يصير بعيد عن الناس. فاعتقد التعديل جاري وساري لان الاغلبيه البرلمانيه موجوده حاليا. حلو. بالتالي اي قانون يستطيعون يمررونه. دكتور عبد الجبار، يعني بالنتيجه انه احد الاسباب الرئيسيه لتشريع قانون او المضي بتشريع قانون سانت ليغو وحريه التعبير هو غياب التيار الصدري. تعتقد بانه هذا هو تكمل السؤال، تعتقد بانه هذا هو يعني مثلا تمهيد لخطوات اكبر باتجاه اقصاء التيار الصدري حتى من المناصب الموجوده؟ هو في جزء كبير سبب غياب التيار الصدري. زين. ولكن هذا لا ينفي انه هناك بالمجتمع العراقي تتجدد قوه اجتماعيه سياسيه مستقبلا. زين. فاعتماده في ليش اسمي المغالبه؟ هم يريدون على الاقل تقدير في الانتخابات القادمه أن يحوزوا على نفس النسبة من المقاعد التي تؤهلهم أن تساوم، أن تقايض، أن تتفاوض مع أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية. حلو. هل يتحقق هذا؟ طبعا أولا نصوص واضحة وصريحة من الموقف من سانت ليغو،
كل ما زادت النسبه 1.7 1.9 الحيتان الكبار باقين. صحيح. وارجع اقول صدقني يا استاذ هشام، سواء كان سانت ليغو او اي طريقه، كنظام ليعدل الاصوات او اي طريقه اخرى، سواء كان دائره او دوائر متعدده، انا في رايي اقول القوى السياسيه الكبرى لديها من الاستطاعه والقدره على ايجاد مجموعه ثغرات في القوانين وترتيبها بما يؤمن وجودها وبما يمنع وجود اي راي مستقل مستقبلا. نصيحتك للقوى السياسيه؟ والله هم عاده يبتعدون عن النصائح الاكاديميه. أي. لكن نتحدث ان اي قانون انت ما شاء الله عندك تجارب هواي يعني. اي طبعا من خلال التجربه من خلال التجربه ايحاءات المرجعيه، حتى لا يقولوا ماكو اصوات، ايحاءات المرجعيه تريد قانون انتخابي عادل. حلو. ثانيا عندكم الان تعتبروا خصم، تعتبروا صديق، رفيق السلاح الى سيد صدر، انه مو من دعاة السانت ليغو. طيب. اثنين لا تزجون تسوون انتخابات في يوم واحد ما بين مجالس محافظات ومجالس عام انتخابات عامه، لانه سويتوها ب 2005 والمواطن ما كان مهتم بالمجالس المحافظات. صحيح. سته وفروا المناخ المناسب. اذا اردتوا تقنعون سانت ليغو صحيح انا ما منتظر سانت ليغو اخذوه كمواطن ما لا يعني اهتمام حقيقي باللي يبحثون. لكن خلي نثبت على ثبات. حلو. في قانون انتخابي ثابت لا يومين غيره حسب المصالح الشخصيه او المصالح الحزبيه. كل زين. بمعنى حقوق الاحزاب ترى تؤمن بهذه الطريقه وبتلك الطريقه، ولكن ابحث لي عن مصلحه عراقيه فيها استقرار وفيها. وحتى اقول لك من هسه هم حيقولون سانت ليغو يمنعنا ان نمر بازمه مثل ما حصل في 10/10. لا اتمنى، ولكن اتمنى ان يطبق سانت ليغو. حيشوف نفس الشيء سل الانتخابات نفس. لا عندنا لا صارت، عندنا 2010 صارت، 2014. استاذ نجم نصيحتك بدقيقه اخيره. يعني انا اعتقد تعديل واستبدال المفوضيه السابقه ترى مو بس سانت ليغو، حتى حريه التعبير هو اعتقد كان مطلب مرجعي ومجتمعي وصدري. المجتمع المتعلق بتشرين وتظاهرات وسقوط شهداء وجرحى هم الذين ضغطوا على الطبقة السياسية من أجل تبديل المفوضية السابقة المتحزبة واستبدال القانون. طيب. بالدوائر. وثانيا حتى المرجع يعني أذكر في إحدى نصيحتك شو تقول لهم؟ أن لا يكون تعجيل. لا يكون تعجيل. لا يكون تعجيل. أنا أشكرك، أشكر جزيل السيد نجم القصاب الباحث في الشأن السياسي والمائي، وكذلك السيد عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية. شكرا جزيلا. شكرا موصول لكم، تلقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.